مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني ومشرفيني دايما في الأهلي والأهلي الليلة. أهلي الليلة إن شاء الله يكون معانا الأستاذ الكبير الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام بعد ما أقول لكم الأخبار عشان نتكلم في كل تفاصيل الأيام اللي فاتت. تعالوا الأول ألف مبروك أو مليون مبروك للمنتخب الأولمبي بقيادة النجم الكبير رمضان صبحي بالتأهله لأولمبياد طوكيو 2020. شرفونا يعني 23 سنة أو تحت 23 سنة لكن شرفونا جدا جدا ورفعوا راس مصر لفوق. إن شاء الله كمان تكون الكأس من نصيب المنتخب المصري اللي يستحق. بصراحة كنا متخوفين شوية قبل البطولة من الأسماء اللي موجودة بحجم الأسماء اللي لعبناها، لكن اكتشفنا بصراحة كلنا إن احنا عندنا رجالة لو حتى سنهم صغير ورجالة كبيرة جدا جدا وتحملوا المسؤولية على أحسن ما يكون وفرحونا جدا بالوصول للأولمبياد وإن شاء الله يفرحونا بالكأس بإذن الله.